تسيرا في حالة ديال مرمان باين تيكيرا اليوان تيمار حد 21 طويان تيكيرا قم 9 ننتظر ربما تأكيد هذا الأمر من جانب المنتخب الغيني المنتخب تمريرا فرصة أولى إمكانية تسديدة والحارس والانطلاق الغينية محمد بانجورا المدرب اليوم الصافرة المغربية سمير القزاز الذي تمنح له قيمة عناصر المنتخب الغيني تكلمت على الدور القوي لمنتخب غينيا رقمية الكرة بمنتصف الميدان الحكمي صار العام منتخب غينيا سيكون هو المبادر مع الدرع تتحول لأجمع مرتدر لفائدتي يسعى ليربح المجال الزميل هناك على جيليو بانكورا يجب إعادة مجددا ممكن يخلق مشاكل بالنسبة لجماعات المنتخب الغيني مباراة تتوقف في ما بين المغرب والكاميرون هنا في الكاميرون تلعب اليد الحرة تسديدة ومتابعة هذه إعادة التسديدة الماضية والكاليتسا يلعب هناك بطاعة شوف أنا منتخب رواندا هذه الإعادة مجددة من رواندا يتأهل إلى نصف النهائي وربع النهائي الكرة العرضية يعكس داخل منطقة الجزاء والفرصة لا زالت موجودة صعب على فكرة التي تمثل نادي حرية حاضرة تشيموي يلعب كورة حكيمي رزانة ولدى نجمة شوف الإعادة مرة أخرى العادية إيماني تلعب ولدي صديف لقاء نصف النهائي بين المغرب على فكرة منتخب الكونغو الديمقراطية أكثر البولد بانغورا الطير الأيسر من وسط الميدان كومبات سامع هذه اللحظات بالفعل بطاقة صفراء وثلاثي الهجوم هناك بار لحظات صعوبات في العودة إلى أن يغير سمير القزاز الورقة الصفراء إلى الحمراء الصفراء الصفراء فقط هنا كذلك المنتخب الرواندي سيلتقط لخدمات تويس سوير الآن كيف سيتعامل مع هذا الطرد مدرب المنتخبي من جانب المدرب ماتشامي على صعيد الكرة الغينية على لقب الدوري الغيني في 2018 تمشي الكرة على الجهة اليسرى على فكرة المدينة التي تستضيف هذا الحدث هي السعيد كذلك الاحتضان كأس افريقيا جت هدف مقابل واحد لفائدتي المنتخب النقص العددي بعد طردية اللاعبية كان في مباراة متساوية الذي خرج قبل حين كومباسا يسعى كومباسا بعيدا من المرمى الحارس كيوين زيرا يلي هذا من زب لعب بيرانجيرو والحكم صح إشارة تنفيذ تلعب هذه الركنية موساكام لإعادة مرة أخرى هنا حصل الاصطدام قوي قوي يا كاميرا هنا حصل الاصطدام سلامات هنا الاصطدامات التي نشاهدها في المباراة يا صاح مع بداية المباراة لمثل هذه التدخلات يتعلق الأمر بالمهاجم نشوف الإعادة مجددا للكرة الماضية غير الحارس حتى لو كان بخير حتى لو كان يعطيك الانطباع أموره بالتالي بخير وسيواصل المباراة قوي من اللاعب كانتي الذي تلقى البطاقة الحمراء الحكم يمينا ويسارا من الحكم سمير القزاز يعني مرة أخرى أكيد سيمارا ماذا يفعل الكويت زيرا فيها اندفاع مباراة فيها بطاقة صفراء مباراة فيها كارت أحمر أمامية يدخل بويت سنجي إعادة مجددا كان طبادونا حاول بهذه الحرف أقل من 35 دقيقة مع بطاقة هذه الإعادة كرة الماضية توريان يلعب في كامل العناصر وليس بعشرة لاعبين المنتخب الاستمرار الماضي تلعب هذه الركنية القائم الأول هذا القائم الذي انتقل هنا زالت الفرصة موجودة لعناصر المنتخب أمام المنطلق المواجهة كرة تفرقاد كانت تمنح التقدم لعناصر المنتخب الدفاع فاية سنجي بعيدة كرة في العرض كاميرا موسى صور على مراوغ ابعاد كره لعب بانغورا اذا العرضيه من بانغورا ايضا جانب الفردي يجب ان يكون حارف على بانغورا وخطا من الدفاع عنده سو حاوت مراوغ والانسلال في هذه المجموعه الاولى تلعب هذه الضربه وبعيده 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 كره مرفوعه داخل منطقه الجزاء بالراس يتم ابعاده من اعتقد انه كان ممكن اضافه وقت اكثر من سبع الارضيه
تونسون في الأداء في مباراة المغرب صعبية وسيمين جوزيل لمساء المهاجم باري باري على العرض، لكن نتمنى أن تكون يعني رائعة. يجلس مذهولا متفاجئ، دخل الشك بين اللاعبين وبالتالي نادى عليهم فيما يتقدم سيلا يسار لرمى حرة مباشرة حتى في الزاوية 90 جول في الزاوية البعيدة عن كيميني طريق لاعب الوسط سيلا الحل من كرة الجول سيلا بشكل ممتاز. هدف اللاعب سيلا خلى الجماهير تشكو على ناجيتنا اليمنى لعناصر الروم بشكل اخر، مباراة بشكل اخر الان ارديو المتابعة للحق دوبوسا كاميرا بخير بعد ان اصيب غورا بانغورا يعكس من يتابع الكرة الثانية فقط مرور وانطلاق نابي كاميرا نابي قدم الكرة اكثر من مرفوعة الكرة في اتجاه من دخل نصف النهائي ولون على الورق المنتخب غينيا مرفوعة كرة الفرصة الواضحة للتسجيل الثاني الرأسية يخطف كورة بانغورا يرفع بانغورا